تبع قناة شوف تي في، تحية لكل من تابعنا على البث المباشر من ضواحي قلعة. مشاهدينا الكرام، اليوم عندنا للأسف هذه الحالة توقعوا في البلاد ديالنا، اللي هو اغتصاب واحد الطفل اللي عنده يعني باقي في باقي السيد ما كاين نور نوال، راه عامر كباه، راه نهزه، باقي ما تشدش هذا السيد. لا باقي، باقي السيد ما تشدش. احنا بدينا نعتذر عن انقطاع البث، هذا البث المباشر. تفضلي تفضلي يا الحاجه، معنا جدايات ديال هذا الوليد هذا اللي كما قلت لكم تيبلغ من العمر 5 سنوات. عاودي لنا الحاجه شنو وقع للحفيد ديالك؟ الدري يعني يا بلادي قلت لك راه خرجت، راه ما كاينش الطفل. هاني قلت لمو، قلت لمو ها يا اختي فين وقع الطفل؟ قلت ما كاين هذا، ما كاين والو. واش قلت له فين وقع الطفل؟ مشى معاه. قالت له ما عرفت، خرج الدار تعيات، ما جات بلا طفل. قالت له ما كاين، صافي مشى مع بو. محدود مع المغرب راس 5 كيلو صغير تجري في ذاك الجرون اللي تكون غرقه ديك الشيء. هذا جيجي احنا دايتين مغطينهم كي بس، ما كاين ما تخلص لا والو، احنا مركدين وتا حاجه ما كاين. السيد ملي عرينا السيد الغطا، الغطا راكبه فيه العافيه ومكبوب عليه الماء، حال في الحال هذا الطالب. اذا متتبعينا نعتذر مره ثانيه عن قطاع البث، كنعرفوا عدم وجود شنو وقع للولد. عاودي لنا عاودي لنا، انت مباشره على قناه شوف تي في، شنو وقع للحفيد ديالك؟ شنو كطالبو؟ تفضلي الحاجة. واش وليدي ما عرفتش نفضل، اش نتفضل؟ نفضل سيدنا هذا السيد يحكم فيه مالي الوقت ذاك يحكم. نعم لا لا. هذا كان يحكم، يحكموا في هذا السيد، حنا راه تحكرنا. هاني عيانة نقعد نمشي ندري على الطفل. ها مو مشات دارته وجات. ها الدري ها هو هكا قنقها هو مشات شاد وضل شاد وتنقل. قال لك اجري وجري ولدكم. ها هو مشى درك هرب الخروط مو عالم الله. الله غنى عبر ربك.